المكان بأبو ظبي ساهم على مدار 4 مواسم في ترسيخ مكانة أبو ظبي كحاضنة عربية وعالمية للمبدعين. وبعد 2 عامين من الانتظار والترقب، يعود أمير الشعراء البرنامج الأول للشعر الفصيح في الوطن العربي في موسم ينتظر له أن يكون الأقوى. آلاف القصائد وصلت لأكاديمية الشعر عبر البريد الإلكتروني. اللجنة العليا اجتمعت لاختيار الشعراء من بين آلاف المشاركات لتبدأ كافة التحضيرات، تأشيرات الدخول، تذاكر السفر، الإقامات. بالتوازي مع ضخامة التحضيرات الفنية والتقنية في مسرح شاطئ الراحة. لاستقبال أكثر من 300 شاعر تمت دعوتهم لأبو ظبي لمقابلة لجنة التحكيم. في 8 صباحاً كان تحرك الشعراء من محل إقامتهم إلى مسرح شاطئ الراحة. من كافة الدول العربية اجتمع الشعراء لاستكمال إجراءات التسجيل قبل لحظات من مقابلة لجنة التحكيم. قاضي محمد عينينا من موريتانيا. لطيفة حساني من الجزائر. محمود محمد من الأردن. أشعر بأن لدي موهبة في الشعر. هذا البرنامج لعب دور كبير جدا بأنه أحيا اللغة العربية. إسلام هجرس من مصر. حوس عبد الحميد الافتتاحات العراق. أتوقع أن أحصل على إمارات الشعر لأني أعتبر أني جدير بها. محمد الحمادي من السعودية. ناصر زين من مملكة البحرين. أرى أن شعري يؤهلني لأن أكون منافساً. فاروق شويخ من لبنان. كل شاعر بداخله أن أكون أميرا. عبد الله الشبيري اليمن. لدي كلمة وصوت أريد أن أوصلهما إلى الناس. أسعى لأن أكون أمير الشعراء. النصوص التي وردتنا في هذا الموسم أنها نصوص شعرية رفيعة إلى حد كبير. تبقى قضية قراءة هذه النصوص وإلقائها، لأن جمالية الإلقاء تختلف بشكل أو بآخر عن جماليات القراءة، جماليات النص المكتوب. أكثر نضج، أكثر حيوية، أكثر بعدا عن المباشرة السياسية، أكثر قدرة على أن يكونوا إنسانيين
مبدعين حقيقيين. أعتقد نحن أعضاء لجنة التحكيم اكتسبنا تجربة من خلال المواسم الماضية، ونحن نستطيع أن نميز القصيدة من القصيدة. سيكون موسماً معبراً عن جودة الشعر ورفعة الشعر، وسيكون لائقاً بإمارته أيضاً. على الشعراء أن يفتحوا لنا مرة أخرى باب الأمل في المستقبل. أقول لعلي أن يكثر من قولي شكراً شكراً، وأقول لصلاح أن يرفق بالقوارير، فإنه كثير ما يقسو على الشعراء. أقول للدكتور صلاح فض أن يترفق قليلاً بالشعراء، وأقول للدكتور عبد الملك مرتاض أن يقسو قليلاً على الشعراء فتكتمل الموازنة. أقول لهم أمامكم موسم جديد تستردون فيه شهيتكم للفن والإبداع، وتفيضون فيه من معرفتكم وعلمكم وملاحظاتكم الدقيقة، لكي ننمي الذوق الفني لدى شعرائنا. الشيء الأساسي الذي دعاني للمشاركة في برنامج أمير الشعراء هو النجاح الكبير الذي حققه هذا البرنامج، والتواجد الإعلامي الرائع الذي استطاع هذا البرنامج أن يحققه. أنا أعتقد أنني سأصل إلى مسرح شاطئ الراحة. مرحبا. مرحب دكتور نذير. نعم. قل لنا عنوان القصيدة، وقبل ذلك البلد الكريم. نذير الصمايدة من العراق، عنوان القصيدة نور يخترق الأكوان. تفضل بالإنشاد. قمر تعثر في مداه وغشاه خسف، إذ رآه ركعت حياء سيرة الضوء العتيقة في خطاه، ومسيرة الأكوان لم تبلغ مسافة منتهاه، وكواكب الأفلاك تسبح جوف معراج مشاه. البحر بعض نقائه والريح ترشف من ضياه، والمسك عطر كلامه والعلم قارن ما تلاه. حسبك يا نذير، نصك جميل وإلقاؤك جميل إلى حد ما، وصورك الشعرية أيضا جميلة إلى حد ما، ولغتك المعجمية ينقصها شيء من التدقيق. أنت تقول دكتور عبد الملك. نعم. أنا أعتقد أن جعت حقيقي. يبدو. أي جمال في هذا الكلام يا رجل؟ أنا بالنسبة لي نص لا أجيزه. شكرا. حسنا. يا نذير قل لي أنت بتتكلم عن إيه؟ أتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم. مش ممكن يا ابن الله يكرمك، يعني هذا لا ما يركبش ابدا على شخصيه النبي عليه الصلاه والسلام. قمر تعثر، حرام عليك. لا دكتور انا اشير الى يا ابن تعثر ايه يا ابن، لا 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 ما تردش، يعني اول كلمه بتمدح مش بيها مش الرسول. امال مين القمر؟ يعني حضرتك العمر القمر خسف. هذه ركاكه شديده وليس فيها شيء من الشعر، ولا لا أجيزك بالتالي. شكرا دكتور. أخي نذير، شكرا على هذه القصيدة، على الحضور الكريم. أتوقع أن واحد من التحديات التي تواجه هذه القصيدة هي كثرة المعطوفات. شكرا على هذه القصيدة جيدة. أنا أجيز هذه القصيدة، لكن القصيدة
يعني للأسف الشديد لم تجز بالأغلبية. أتمنى لك التوفيق. شكرا لك. يعني أرى أن الدكتور صلاح فضل كان قاسيا، لم يعطي لنفسه فرصة قراءة القصيدة بشكل كامل، كما أنني أعتقد أنه قد أثر على رأي الدكتور عبد الملك مرتضى. هذه هي المرة الأولى التي أشارك بها في برنامج أمير الشعراء لأرد دينا في عنقي لأمي. أحببت أن أعرض شعري وكتاباتي على لجنة متخصصة في تقييم الشعر ونقد الشعر. شاركت في البرنامج لأنه يسمح لي بالتواصل مع الجمهور العربي ويقدم نصوصي إليه، وهو يضمن فسحة من الضوء. ها أنت تسأل عن سحري وتضطرب، يا بحر سرك مثلي روحه الصخب، تغتال ليلك أمواج بلا وطن، ويلتقي في سماك الغيم واللهب، في عرضك السفن الملأى مسافرة، طورا تجيء وطورا حظها العطب. العنوان الشبيهان، البحر أكبر منك ولا يشبهك أبدا. على الرغم من كل ذلك أنا أجيد هذه القصيدة وأتمنى لك التوفيق. لغتك جميلة، جميلة وسليمة ورائعة، أنا أجيز هذا النص. شكرا. قل لي يا شيخ. نعم. أنت ولدت شيخا؟ ما كنتش طفل أبدا. أهلي سموني شيخا. نعم. طيب معلش، بيولدوكم مشايخ. أنا أجيز هذا النص وبالتالي هو مجاز بالإجماع. لك وجهك المرتاب والشبهات، ولوجهة الأخرى أنا الممحات، أمحو لأثبت وجهتي من وجهتي، فيعيدني لبداية الإثبات. لا وجه يبدو في يقيني موغلا، لا وجهة ترتادها الوجهات. قل لي، لغتك تبدو يعني شعرية ورقيقة وجميلة. أنا أعتقد أن في هذا النص شعرية وأنا أجيزه. يا نور الدين، أنت تكتب شعرا جيدا لكن تسرف على نفسك أحيانا. أنا عددت لك 10 مرات استخدام لكلمة وجهة في السطور الأولى من القصيدة، فأضعفت قصيدتك بهذا المدخل المكرور، لكن القصيدة جيدة وفيك لمحات شعرية في عملك، يعني في كتابتك، تستحق التنويه وأنا أجيزها. من الواضح جدا أيضا أن هناك شعرية طافحة في هذا النص. يساق على سبيل المثال البيت الآتي: من جبة الحلاج أخرج عاشقا وأضم هذا الكون تحت رداي. هذا بيت شعري جميل، أتمنى لك التوفيق، والقصيدة قد أجيزت بالإجماع. لا أتوقع أن تكون مشاركة نسائية كبيرة. والله في أصوات نسائية جميلة ظهرت عبر البرنامج. ما فكرت أشارك قبل، أول مرة أفكر أشارك وجات صدفة، شجعني الأصدقاء وشاركت. الذي يطمح أي شاعر أن يجد لكلمته وجودا، يعني إن شاء الله. إذا نلت بعض المعرفة في الأوساط العربية وسمع الناس صوتي فهذا يكفي، وإذا فزت فبها ونعمة. أتمنى أن تعرفني الجماهير كشاعر موجود على
على أرض الشعر. هذا البرنامج هو فرصة لكي يظهر الشاعر عربيا، ولذلك نضع أملنا عليه. أنا سكنت فذي الأمواج تلتطم، ها قد خلوت وشيئا فيك تختصم، تجتر غيظك في الظلماء مبتهلا، والصمت باللغة البكماء يرتسم في شهوة. شكرا لك أخي الكريم، سألتك ما هو ذاك الذي في بطن الغيب، فقلت سوف أكتشف، أو فقلت سوف أكتشفه في هذه القصيدة، لكني لم أكتشفه في الواقع. نعم. فما هو ذاك الذي في بطن الغيب؟ هو الشاعر في بطن الغيب، في بطن زمانه وبطن الغيب، يعني في آخر بيت في القصيدة أستاذ، قد يتضح ذلك في آخر مقطع. أخي الكريم، هذه القصيدة أنا أعتقد أنها قصيدة يعني لابد أن تسهر كثيراً على كتابتها، وأنا لا أجز هذا النص، وأتمنى لك التوفيق. المشكلة محمود أن الشعر ليس هو التعبير المباشر عن الأشياء، لأن لغة الحياة العادية أقول لك تجتر غيظك، تجتر كذا، لكن في الشعر لا أعبر عن الأشياء بأسمائها، لابد من تشعير الموقف. يا محمود، نعم، يبدو أنك ناظم، هل نشرت دواوين شيء؟ هناك ديوان تحت التحضير إن شاء الله. لا هذا ليس شعرا إطلاقا، أعتقد أن النص ضعيف جدا وأنا لا أجيزه. يممت غربك يا قرى وخفيت، يا مائج الأمواج أين الحوت والريح، ناخرة الأضاحي أينها من الجحيم، وأينه الجبروت. قل لي يا شاوي، إيه التجربة اللي بتعبر عنها في القصيدة دي؟ التجربة الواقعية، التجربة الشعورية الشعرية، قصة خروج نبي الله سيدنا يونس عليه السلام من غاضبا من قومه. التجربة واضح أنها قوية. نعم التجربة قوية، نعم. لكن الأداء أداء تقليدي جدا، وبذلك أنا لا أجيز هذا النص. والله أنا يا دكتور وافقك الرأي، والنفط في ثدييك يا حسناءه يا أرضه وضميري الكبريت. في الواقع القصيدة على هذا النحو أنا لا أجيزها، أتمنى لك التوفيق. النص ضعيف جدا، أنت ربما تكون مشروع شاعر، ولكن هذا النص لا يرقى إلى مستوى الإجازة، نعتذر منك، وأنت غير مجاز بالإجماع مع الأسف. بعض الشعراء واجهوا انتقادات لجنة التحكيم بسبب سوء الإلقاء. يطرب القلب عندما تذكرين، عند ذكراك استعيد سنين. لديك سلاسة في الصياغة ولكن إلقائك سيء، أنت تقتل شعرك بهذا الإلقاء يا عبد الرحمن. كيف مثل هذا الشعر يلقى بها بهذه الرداءة؟ كان عليك أن تتمرن قبل أن تأتي إلى هنا، وقصيدة جميلة فعلا. يعني بكرت في يومين، جست البحر معترضا على ريح السموم. ما تحسنوا الإلقاء يا أخي، إنشاد إن شاء الله في المرات القادمة. أنتم كأنكم تبخسون بضاعتكم. بيني وبين مدينتي